أهلا وسهلا فيكم متابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا أنا اليوم موجود في أعلى جبال في مدينة تركيا. الجبال هذه عبارة عن ثلوج زي ما أنتم شايفين يا جماعة، الدنيا ورايا كلها بيضة بيضة، هان درجة الحرارة تحت الصفر، تحت الصفر، تجمد مش طبيعي. طبعا راح أخذكم جولة في المكان لحتى تشوفوا كيف الناس هنا بتمارس الجو البارد هذا، كيف بتلعب وكيف بتتزلج وكيف يعني بتستغل فترة الشتاء أو الثلوج في الألعاب وممارسة هذا الطقس البارد. طبعا راح أخذكم جولة في المكان، إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، لايك وشير لحتى يصلكم كل شيء جديد عبر القناة، وتابعونا في أمان الله. Thank you.